ما أهمية ومزايا صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة؟ في يناير 2021 طرح صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول، أول صندوق استثماري مغلق متداول في السوق المالية السعودية، ليتبعه صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول الذي طرح في نهاية أبريل 2022، لتشهد بهما السوق المالية السعودية ميلاد صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة. فما أهمية صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وما مزاياها؟ الصناديق المغلقة المتداولة هي صناديق استثمارية مختلفة الأهداف تتاح لعامة المستثمرين، يتم تداول وحداتها في السوق المالية تداول، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاعات ومجالات متنوعة، وتعتبر بوابة لكافة شرائح المستثمرين للاستثمار في أصول متنوعة مثل الأوراق المالية كالأسهم والسندات والصكوك، وحصص في الشركات الخاصة والتمويل التجاري، والصناديق المقدمة من قبل شركات استثمارية محلية وإقليمية وعالمية وغيرها من الأصول. وتستهدف الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة في أغلب الأحيان تحقيق الدخل الدوري مثل صندوق الخبير للدخل أو تنمية رأس مال الصندوق أو الهدفين معا مثل صندوق الخبير للنمو والدخل. وتتميز هذه الصناديق بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل مع وحداتها بيعا وشراء بنفس سهولة تداول الأسهم المدرجة بالسوق المالية، كما يلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق يتم عرضها على موقع تداول مثل بقية الشركات المدرجة في السوق المالية. كما يمكن لصندوق الاستثمار المغلق المتداول الاستفادة من الصناديق الأخرى من خلال الاستثمار في صناديق عامة وخاصة بنسبة 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، فيستفيد من أفضل الخبرات ومزايا التنويع في الأصول الموجودة في الصناديق الأخرى. لمزيد من المعلومات عن الصناديق المتداولة المغلقة المدرجة في السوق المالية السعودية تداول، صندوقي الخبير للدخل المتنوع المتداول وصندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية تداول إلى جانب موقع مشغل الصناديق الخبير المالية www.alkhabir.com.